بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع بعض في دراسة البارت 3 من شابتر 1 وهو بعنوان constant. الكونستانت عبارة عن أماكن محجوزة في الرامات. الأماكن دي بيبقى ليها data type ويبقى ليها variable بيبقى ليها value زيها بالظبط زي الفاريبل، ولازم علشان احجزها اعمل لها عملية declaration. declaring constants بعمل عملية declaration للconstant، يعني بحجز لها اماكن في الميموري زي بالظبط ما عملت declaration بتاع الفاريبل في part 2 لو نفتكر مع بعض. ازاي؟ هنستخدم الكيورد كونست وبعدين اكتب بعديها الكونستانت نيم وبعدين اكتب كيورد از وبعدين الداتا تايب بتاعه الكونستانت اللي انا اخترته وايكوال ساين وبعدين الفاليو بتاعه الايه الكونستانت دوت. زي ما احنا شايفين في الاكزامبل اللي قدامنا دوت، دي الرولز عندي اهي، الكونست دي كيورد وبعدين الكونستانت نيم وكيورد از والداتا تايب بتاعه الكونستانت اللي انا اخترته دوت وبعدين ايكوال والفاليو بتاعه الكونست. الاكزامبل عندنا كونست سي اندرسكور نيم از كيورد سترينج، الداتا تايب بتاعه الكونست نيم ده ايكوال Egypt. ندرس مع بعض الاكزامبلز ديت. كونست هنا كيورد اهي، انا كده بعمل ديكليريشن كونست للكونستنت نيم دوت اللي هو اسمه سي اندرسكور نيم از كيورد وسترينج الداتا تايب بتاعت الكونست نيم وايكوال واتنين كوتيشن اتنين ابوستروف اهي وكلمة ايجيبت. طب انا خدت سترينج ليه؟ لو نفتكر في انواع الداتا تايب الكاركتر في نوعين تشار وسترينج، وهنا سترينج علشان اكتر من حرف واحد كلمة ايجيبت. المثال التاني كونست باي از سينجل، انا خدت الداتا تايب بتاعت الكونست نيم سنجل. ليه خدتها سنجل؟ علشان هنا عندي ده فراكشن. لو نفتكر مع بعض النون انتجرال، طيب يبقى عندي برضو الكيورد والكونستنت نيم واز كيورد برضو والداتا تايب بتاعت الكونستنت ده والفاليو بتاعته. اخر مثال كونست بيرث ديت از ديت، هنا الداتا تايب بتاع البيرث داتا ده ديت ايكوال اهو تاريخ موجود. نلاحظ ان احنا كتبنا الديت بين اتنين علامه هاش اللي هي الشباك. طيب ناخد بالنا ان الابوستروف بكتبه مع اي تكست، لازم اكتبه بين الاتنين دولت. طيب هنا اهو الهاش بكتب علامتين الهاش دول بكتب بينهم اي تاريخ اي ديت، يبقى اما اجي استخدم اي ديت مع الكونستانت بكتب علامتين الهاش دول قبل وبعد التاريخ، ولو هستخدم تكست يبقى هستخدم علامتين بتوع الابوستروف دولت وهكتب بينهم الكلام اللي انا عايز اكتبه. في عندي هنا اكسرسايز هنعمله سوا، نروح مصممين الفورم دوت. والفورم ده عبارة عن عندي هنا هو في تكست بوكس وفي هنا اتنين بوتون وفي هنا عندي ليبل اللي بيطلع لي النتيجة. طيب هنكتب هنا في التكست بوكس ده الريديوس وهدوس على المفروض يعني هندوس على الزرار بتاع area of the circle هيطلع لي الاريا بدل كلمة result دي
والبوتوم التاني نعمل عليه كليك هيطلع لي الايه السيركونفرنس بتاع السيركل. اللي احنا شايفين قدامنا دلوقتي عبارة عن المكانين بتوع الاكواد بتوع بوتوم 1 اللي هو بتاع الاريا وبوتوم 2 اللي هو بتاع اللي بيحسب لي السير كونفرنس. وبعدين هنا هو بنفتكر مع بعض القوانين بتاعت الاريا وبتاعت السير كونفرنس اللي هي باي ار سكوير وهنا 2 باي ار. وطبعا في الكود ما بينفعش نكتب العلامة بتاعت الباي دي زي ما بنكتبها في الماس، فاستبدلناها بالكونست بي اي اللي هو بيساوي ايكوال 22 اوفر 7 والريديوس اللي هو عبارة عن ار. لو جينا عملنا دبل كليك على بوتون 1 هيظهر لي المكان الاولاني ده هو المكان اللي احنا شايفينه قدامنا، هنروح كاتبين جواه الكود ده. طيب نذاكر مع بعض الكود ده. اول حاجه قال لي dim radius as single، يبقى انا عملت ديكلير لفاريبل اسمه radius ان الداتا تايب بتاعته سنجل. طيب هنا اهو قال لي const by as single، عملت declare لconst الconst name بتاعه by الداتا تايب بتاعته سنجل والفاليو بتاعته 22 over 7. بعد كده قال لي radius بتساوي text box 1.text. طيب يبقى هنا البروبرتي بتاع التكست بوكس دي اللي هي التكست اللي الفاليو اللي اليوزر هيكتبها جوه التكست بوكس دوت هتبقى اساين في الفاريبل اللي اسمه radius. طيب لما يتعمل لها اساين هتيجي الفاليو دي هتنزل هنا في القانون بتاعي وتحصل العمليه الحسابيه ويتم حساب الاريا بتاعت السيركل وتبان لي في البروبرتي بتاعت الليبل اللي هي بدل كلمة result. ال variable radius احنا عرفناه في اول سطر وال bi عرفناها في تاني سطر وبعد كده بنحسب ال value اللي هي زي ما قلت لكم جت في البروبرتي بتاعت ال text box وبعدين بعد ما جت في ال property text box 1 بتخش دي تعملها assign للradius وبعدين بعد كده بيتم حساب الايكويشن بتاعت الاريا وبتظهر لي الريزلت في الليبل اللي موجود تحت. طيب احنا لما نيجي نحسب الكود بتاع السيركونفرنس لازم نعمل كليك على بوتوم 2. ليه بوتوم 2؟ علشان البوتوم 2 هو الخاص بحساب السيركونفرنس بتاع السيركل بتاعتي من خلال الايكويشن اللي باينه قدامنا ديت اهي بي اي تايمز radius تايمز 2. احنا عارفين طبعا ان ال variable وال constant دول عملنا لهم declaration فين؟ في مكان واحد بس اللي هو button 1. طيب بالنسبة ل button 2 يبقى كل ال event اللي هيحصل مع button 1. طيب بالنسبة ل button 2 اهو نبص كده مع بعض. ايوه احنا عملنا هنا declaration للradius للفاريبل دوت والنوع بتاعه والداتا تايب بتاعته سنجل والكونست عملنا لها ديكلاريشن برضو والداتا تايب والفاليو بتاعت الكونست بي اي وبعدين رحنا عاملين الايه المعادله دي السطر ده بتاع الاساين والسطر ده بتاع الايكويشن برضو. طيب نيجي هنا لبوتون 2 اما يجي يحسب البوتون 2 اما يجي يحسب
circumference هيعمل ايه؟ هيجي هنا بعد ما كتبنا الاتنين المعادلتين دول بتوع الاساين دولت، هاجي هنا الاقي الراديوس تحتيها خط ازرق وفي هنا مستطيل طلع، قال لي ايه؟ نيم radius is not declared. يعني معناه ايه الكلام ده؟ يعني البوتون 2 ده بيقول لي انا مش شايف الحاجه اللي اسمها radius. طب هيحسبها منين؟ فراح مطلع لي الخط دهوت. طيب انا عشان نتغلب على الموضوع دهوت، ولو انا زي ما احنا شايفين كده برضو، لو انا قربت بالماوس على الكونست اللي هو بي اي ده هيطلع لي المثلث دوت، بيقول لي برضو نفس الكلام اهو، النيم بي اي او باي از نوت ديكليرد، مش شايفينهم، مش عارفينهم هم ايه دولت. فيبقى اذا عشان نتغلب على المشكله ديت عندي حل من اتنين. الحل الاول يا اما هعمل ديكليريشن للفاريبل radius والكونست بي اي في بوتوم 1 وبوتوم 2 زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، وده اللي هنفذه في الخطوه الاولى دلوقتي، وبعدين هنقول على الحل الثاني. يبقى علشان نحل المشكله ديت لازم اعرف الفاريبل اللي هو الراديوس، ولازم اعرف الكونستنت اللي هو الباي في المكانين اللي هما هيشتغلوا عليهم، اللي هما بوتون 1 علشان يحسب لي الاريا، وبوتون 2 علشان يحسب لي السيركونفرنس. ليه بعملهم؟ ما حد يقول لي طب ما هو الفيجوال بيزك كله برنامج مع بعضيه. لا، البوتون 1 بيشتغل في الجزء ده بس، في الاربع سطور دول فقط وملوش دعوه بحاجه تاني، والبوتون 2 بيشتغل في هنا في الاربع سطور دول. البوتوم 1 ده كنترول غير البوتوم 2، ده مستقل عن ده، فيبقى لازم اكتب هنا الديكليريشن لبوتوم 1 عشان يشتغل، واكتب ديكليريشن تاني برضو لبوتوم 2 علشان يشتغل زي بوتوم 1. طيب الحل التاني ان انا هروح اعمل الديكليريشن ده لا في مكان تاني خالص، لا بوتون 1 ولا بوتون 2، هعمله في الكلاس فوق خالص اهو زي ما احنا شايفين كده اهو يا جماعه. ديم radius هو نفس الديكليريشن بس هكتبه فوق في الفورم في الكلاس. طيب ايه الفرق بين ان انا اكتبه هنا واكتبه هنا؟ ايوه الفرق ان لو انا مثلا زي الحاله الاولانيه خالص، ما انا كتبته عند بوتون 1، بوتون 2 ما يجي يشتغل مش هيعرف يشتغل لانه مش شايفه، او لو انا لو حطينا اي حاجه تاني اي كنترول تاني مش هيبقى ومحتاج الديكليريشن ده مش هيبقى شايف لا الريديوس ولا الباي. لكن لو انا حطيته في الفورم 1 في الفورم من فوق في الكلاس فوق، الكلاس ده هو اللي شايف البرنامج كله من فوق، يبقى اي كنترول هحطه وهيحتاج الريديوس او الباي هياخدهم عادي ويشتغل معاهم عادي زي ما احنا شايفين كده. الكود قدامنا ما فيهوش اي ايرور. ليه؟ لان انا كتبت الديكليريشن كتبته فوق في الكلاس فورم فوق، وده بيعتبر اسهل بدل ما اكتب الكود مرتين. زي ما احنا شايفين قدامنا كده الفورم، اول ما انا هكتب له الراديوس مثلا 3 هدوس على الاريا هتطلع لي النتيجه ديت، ولو انا دوست على بوتوم 2 اللي هو بتاع سيركونفرنس هيطلع لي الريزلت ديت. اشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.